هننتقل مباشرة لخبر آخر. جولة المفاوضات المقبلة في جوبا ستكون شفافة، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي البروف صديق تاور يوم الجمعة أن جولة المفاوضات المقبلة في عاصمة جنوب السودان جوبا مع الجبهة الثورية تتسم بالشفافية والوضوح واستصحاب آراء أصحاب العمل الحقيقية في مناطق الحروب والنزوح. وأشار تاور خلال مخاطبته المصلين بمسجد الدمازين العتيق إلى أن زيارته تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير كل مطلوبات نجاح جولة التفاوض المرتقبة في جوبا، ولافتا إلى أن ورشة قضايا السلام بين الأزرق ستستمع إلى آراء المتأثرين الحقيقيين في القضايا القومية للانتخابات، مؤكدا إن هذه الجولة تختلف عن سابقتها استنادا على مبدأ الوضوح وإشراك الجميع. نتحدث عن اختلاف هذه الجولة، جولة المفاوضات المقبلة في جوبا، وعن الشفافية في هذه الجولة. ما الاختلاف وما الجديد في هذه الجولة؟ بالتأكيد هي جولة مختلفة من الجولات السابقة، لأنها ستدخل مباشرة في تفاصيل القضايا، قضايا شائكة جدا ستدخل فيها الجولة المقبلة، قضايا الترتيبات الأمنية بالتحديد وقضايا عملية الانتقال من العمل المسلح إلى العمل السلمي، إلى دخول الحركات إلى مؤسسات السلطة، وكثير من القضايا التي ظلت تؤرق ملف السلام طوال الفترة الماضية. الجولة المقبلة هي جولة حاسمة، لذلك تم تأجيل الموعد من الشهر الماضي إلى 10 ديسمبر المقبل، لأن المشاورات كانت مستمرة منذ الفترة الماضية. الوسيط قام بمشاورات مختلفة مع أطراف معنية بعملية، أطراف خارجية معنية بعملية السلام في الإقليم، وأيضا الوفد الحكومي أجرى مشاورات متعددة خلال زيارات شملت جوبا وشملت جمينا وغيرها من الدول وأريتريا وغيرها من الدول المعنية بعملية السلام في السودان. أيضا وفد الحركات عمل ورش متعددة، وفود الحركات بالتحديد الجبهة الثورية وعملت ورش ولقاءات متعددة. أيضا الحكومة في الداخل المجلس السيادي بالتحديد أو النقل الوفد المفاوض هو الآن في ورش متعددة في شملت جميع ولايات السودان، تناقش كل ما يتعلق بالعملية السلمية وما يتعلق بترتيبات ما بعد توقيع اتفاقية السلام وغيرها من القضايا التي تمس تخص عملية السلام. لذلك هي جولة مفصلية وجولة حساسة وجولة ينظر إليها الشعب السوداني بأمل كبير جدا في أنه تحدث انفراج كبير يقود إلى العملية السلمية، رغم أن هناك العديد من المشاكل ما تزال تواجه عملية السلام. ما يزال حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وهي حركة لا يستهان بها، موجودة خارج مسار العملية السلمية. أيضا هناك خلافات كبيرة جدا في أوساط الجبهة الثورية بين منبر التفاوض، هناك أطراف في الجبهة الثورية ترى وأطراف في الحكومة ترى ضرورة نقل المفاوضات إلى الداخل ومواصلة التفاوض من الخرطوم، وأطراف أخرى ترى ضرورة أن يستمر منبر جوبا، نفس الأطراف التي الآن ترى ضرورة أن يستمر منبر جوبا كانت لها نظرة مختلفة في منبر جوبا. لذلك الطريق ما يزال شاق وما يزال طويل وما يزال هناك كثير من المطبات موجودة رغم التفاول الكبير الذي يسود في الشارع السوداني.